السلام عليكم الدراري، معكم إما دوكس برو بي سي جيمر. اليوم ان شاء الله جيت باش نقول لكم اللي مازال ما تسجلش في البطولة ديال الباتل فيلد 4 يتسجل. ف دي تيم كاينين ولكن مازال ما تسجلوش، يعني نهار 15 اخر اجل، ولكن تسجلوا الدراري ما تبقاوش تسناو باش نعرفوا بانه معانا الدراري غيشاركوا. يعني بكثره، ف بغينا الدراري يشاركوا، تسجلوا، الرابط هو غنحطو لكم في الديسكريبسيون. فكونوا في الموعد ان شاء الله نهار 15 اخر اجل ديال التسجيل، 17 18 غادي يكون البداية ديال البطولة. فبغيتكم تكونوا كتار ومرحبا بالجميع. بون، حنايا غادي نديرو دومينيشن 5 فيرسس 5، يعني 5 ضد 5. فبغيتكم تكونوا الدراري موجودين، و واللي مازال ما تشتركش يشترك. بالنسبه هذا بالنسبه فيما يخص البطوله. بالنسبه للتي اس، كان وقع شي مشكل في التي اس، من ماشي الغلط ديالنا، الغلط من عندهم. فالدراري تحيدوا لكم لي بيرميسيون، راه من عندهم. جلي جي كونتاكتي، كان عندهم مشكل في التي اس و غينيسياليزاو السيرفر. ف ماشي الغلط ديالنا، يعني الدراري ما عندكم تمشيو غالطين، راه ماشي حنا اللي بانيناكم ولا سوبريمنا لكم لي بيرميسيون، مي راه مشكل من عندهم. بون، هادشي اللي بغيت نقول لكم الدراري، ومرحبا بالجميع. بيس اند لاف، وما تنساوش سبسكرايب او باش تكونوا موجودين في، ماشي سبسكرايب او عندي، مي انا كنهضر على الكومبيتيسيون. سبسكرايب او في الكومبيتيسيون، لو ليان انا نحطو لكم لتحت، ف باش تكونوا في الموعد ان شاء الله. ميرسي، بون شونس افو، بيس.